الروح والعزيمة دي نتمنى يا رب بإذن الله تكون ليها تأثير إيجابي على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. كلنا شايفين الظروف الصعبة اللي بيواجهها الأهلي في خلال الاستعداد لهذه البطولة. بنتكلم على ما يقرب من حوالي 6 لاعبين بيشاركوا مع منتخبنا الوطني، ما بين محمد الشناوي رغم إصابته لكن موجود مع المنتخب في الكاميرون، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم اللي تم إنهاء الإعارة وعودته من جديد لصفوف النادي الأهلي، أصبح رسمياً داخل صفوف الأهلي وموجود في القائمة المحلية والإفريقية، وخلال الساعات القادمة أيضاً كمان هيكون في قائمة كأس العالم للأندية على أمل اللحاق بعد ختام المشوار مع المنتخب يوم 6 فبراير. فبنتكلم في الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، حمدي فتحي، ومحمد شريف. كمان بدر بنون للأسف مش هيكون موجود مع الأهلي بسبب طبعا مضاعفات كورونا وإصابته وغيابه عن مشاركته مع المنتخب المغربي، وبالتالي لن يلحق في مباريات كأس العالم للأندية. أضف إلى ذلك كمان للأسف إصابة أكرم توفيق، وفي إصابات بقى حصلت كمان هنا مع النادي الأهلي في الفترة السابقة في مباريات كأس الرابطة أو حتى في التدريبات، محمد محمود وحسام حسن وبيرسي تاو ويعني أكتر من لاعب بنتكلم، وأحمد نبيل كوكا كمان مضاعفات كورونا، يعني إحنا بنتكلم ما يقرب من 14 لاعب داخل صفوف الأهلي ضمن القائمة الأساسية بنسبة كبيرة جدا أو بنسبة مؤكدة 100% لن يشاركوا على الأقل في مباراة مونتيري المكسيكي. بالمناسبة إن شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا في هذه المباراة، إذا تأهلنا لمرحلة الدور نصف النهائي هنواجه بالميراس يوم 8. المنتخب عنده مباراة أخيرة يوم 6، نتمنى يا رب يكون الفاينل ما يكونش ثالث ورابع، فالفارق الزمني ما بين الفاينل مع مباراة بالميراس يا رب إذا تأهلنا للدور نصف النهائي بنتكلم في 48 ساعة. هل ممكن يلحقوا؟ ده للأسف بقى نتيجة ارتباك المواعيد والتخبط اللي كان موجود ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي، وده يرجعنا من جديد لنقطة الصفر اللي احنا كنا بنتكلم فيها من تاني أو بنتكلم فيها قبل كده من حوالي شهرين. ليس كل ما يعرف يقال، وإحنا في المكان ده أكدنا أن التصريحات دي والكلام ده غير مؤكد بنسبة 100%، رغم أن وقتها المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية اللي كانت بتدير الاتحاد طلع قال الكلام ده على مسؤوليته ووضح للناس يبدو أن عنده معلومات محدش يعرفها، بل كمان ذهب إلى مرحلة أن ما ينفعش أقول الكلام ده عشان الموضوع ما يبص، لكن هو كان عنده معلومات غير صحيحة أو سمع معلومات ما كانش متأكد منها، أو اللي قال له المعلومات دي ما كانش عارف الكواليس اللي موجودة في دهاليز الكاف مع الفيفا. كأس الأمم اتلعبت، كأس العالم للأندية في ميعاده، وأنا قلت الكلام ده أكتر من مرة، قلت كأس العالم للأندية مش هيتأجل ومش هيتغير ومش هيترحل لسبب بسيط. ارجعوا للتاريخ، عمر الاتحاد الدولي خاصة في العهد الحالي مع جياني إنفانتينو يعني يأخر بطولة أو يأجل بطولة ساعة واحدة عشان مشكلة في قارة إفريقيا. استحالة الفيفا هيأجل عشان مسابقة قارية في الاتحاد الإفريقي؟ إزاي؟ إذا كان الاتحاد الدولي نفسه كان عايز يأجل كأس الأمم الإفريقية، الاتحاد الدولي نفسه كان هو اللي عايز يغير ميعاد كأس أمم إفريقيا، هل المهندس أحمد مجاد وقتها هو اللي كان مستوعب فكرة إن الاتحاد الدولي هيجبر الكاميرون والاتحاد الإفريقي إنه يغيروا ميعاد البطولة؟ ما هو ليس كل ما يعرف يقال ملهاش غير تفسير زي ده، لكن هل ده دليل مادي تقدر تمسكه أنت كمسؤول عشان تقوله تصريح والناس تشتغل عليه والناس تبني قايمة وتبدأ تحضر البطولة بعد شهر بناء على هذا الكلام؟ لا طبعا، لأن هو لما قال الكلام ده هو ما كانش يعرف إيه اللي بيحصل، هو قال في إطار ما تقلقوش إحنا عارفين اللي بيحصل وما تقلقوش هتلعبوا بكام نجومكم. ده خدوا بالكم كمان، لو كانت تونس كسبت بوركينا فاسو وكملت ما كانش علي معلول مع قائمة الأهلي في كأس العالم، ما كانش علي معلول يجي من الكاميرون على أبو ظبي دايركت حتى ما ينزلش تونس أو يلحق الفريق النهاردة في القاهرة. لولا خروج مالي ما كانش أليو ديانج لحق كمان مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. يعني احنا بنتكلم كان من المتوقع أن الأهلي يفقد كل تشكيلته الأساسية لولا خروج تونس ومالي، لولا عودة أليو ديانج وعلي معلول، وكمان لسه هتشوفهم بقى كمان مدى جاهزيتهم الفترة الجاية بعد مشاركة قوية في كأس الأمم الإفريقية. فبالتالي كان تصريح كلنا بنعتبره، مش أنا بس على المستوى الشخصي، هو أسوأ تصريح في هذا العام 2022، لأنه تصريح غير مسؤول، تصريح لم يكن يدرك ما هي الأمور التي تدار في الكواليس. إحنا كصحفيين أو كإعلاميين كنا عارفين اللي بيدور في الكواليس، لأن بادئ ذا بدء كده وأنت بتتكلم على مشاركة بطولة كبيرة زي كأس عالم أندية، لما التذاكر تطرح هل كده في تأجيل؟ استحالة في تأجيل.
لما يحضر ميعاد البطولة دي بعد التنسيق مع الاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإنجليزي، هل ممكن يغير ويعيد من تاني؟ لا مش هيغير ويعيد من تاني. في مقدمات احنا كإعلاميين عارفينها وشايفينها، وقدر الإمكان بنحاول نروح للمسؤولين والمصادر ونسألهم. كان عندنا معلومات أكتر من رئيس اللجنة الثلاثية، وكان عندنا تأكيدات أكتر من رئيس اللجنة الثلاثية، لكن للأسف أصبحت مشاركة آلي في هذه البطولة بدون الفريق الأساسي، بدون ما يقرب من حوالي 9 من التشكيلة الأساسية، حتى تكد البدلاء اللي كنت ممكن تستعين بيها للأسف في غيابات مؤثرة. يعني أنت ما عندكش في خط الدفاع غير ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، محمد مغربي إمكانية لحقه بالبطولة غير مؤكدة، خاصة في ظل إيجابية مسحة كورونا حسب الأنباء اللي وردت بالأمس، مع أيضا مصطفى شوبير وأكتر من لاعب. إحنا في انتظار قائمة الأهلي كمان اللي هتعلن إن شاء الله استعدادا للصفة، لأن خلاص الطيارة النهاردة البعثة هتتوجه حوالي الساعة 4:10 إلى أبو ظبي، استعدادا بقى لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية. للأسف على مدار شهرين ثلاثة كان في كلام كتير جدا، والاستعدادات للبطولة دي على الأقل من الاتحاد المصري، مش هقول الاتحاد الافريقي، من الاتحاد المصري نفسه، لان صوت الاهلي لما يوصل للكاف او للفيفا بيسال من خلال او بيوصل من خلال الاتحاد المصري لكره القدم. وقتها للاسف اللجنه الثلاثيه وتصريحات رئيس اللجنه الثلاثيه قلت لكم عليها وشرحتها واتكلمت دلوقتي وقلت لكم المعلومات اللي كانت موجوده وقتها، هل تسمح ولا ما تسمحش، وانا كنت متاكد والكل كان متاكد ان هي مش هتسمح، لكن للاسف كانت تصريحات لتهدئه الراي العام، وهو نفسه لغايه اللحظه دي ما طلعش حتى يبدي اعتذار عن تصريحاته، أو يبدي مثلا يعني اعتذاره عن كلام كان قاله، ممكن تكون معلومات جات له مش سليمة، فحتى على الأقل يعتذر للمسؤولين أو يعتذر للجمهور عن كلام قاله وقتها كان غير صحيح. عموما